الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في البداية نتقدم بالمعذرة إلى الحضور على هذا التأخير، حيث أنه خارج عن إرادة الجميع، ونعتذر لضيفنا العزيز سماحة الشيخ لهذا التأخير. عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لئن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم. وقال صلى الله عليه وآله: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. ورد الأمر عن أهل البيت عليهم السلام بتعليم الصبي معالم الدين والمذهب قبل أن يسبق إليه أحد إليه من أهل الضلالة فيفسد عقيدته، فإن القلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلت، فيلزم المبادرة إليه بالأدب والدين قبل أن يقسو قلبه. اختارت هيئة العدل المنتظر الإسلامية شعارها لهذا العام، ألا وهو: ديني يربيني. وذلك ليكون شعار يعمل على أجندة وفعاليات لتنفيذ هذا الشعار على طوال هذا العام الدراسي، والذي بدأ بعد انتخابات مجلس الإدارة الحالي. إن المعادلة في هذه الأيام تعطي عدد من العوامل المساهمة في تربية الطفل، وأهم هذه العوامل هي الأسرة والمجتمع، حيث ينبثق من المجتمع مؤسسات التعليم الديني، والتي تنتشر هذه الأيام في كل مناطق البلد، ومنها هيئة العدل المنتظر للإسلامية، وهي إحدى مؤسسات التي تعمل على أن تساهم في تربية الناشئة على تعلم المفاهيم الإسلامية. وطبعا بسم الله الرحمن، لا ينفي دور الأسرة، بل هو مكمل لها، والاثنان مكملان لبعضهما. نستقبل وإياكم، قبل أن نستقبل سماحة الشيخ، بس إذا يسمحوا لنا الشباب الأخوة الكبار يتفضلون على الطاولات، علشان تكون طاولات ممزوجة ما بين الناشئة وما بين الكبار. حياكم على الطاولات هنا إذا ما عليكم أمر. يلا تفضلوا، ادمجوا الطاولات، خلوها صغار وكبار. يلا سيد هادي تفضلوا، طه لا نادي بالأسامي، حياكم. خلوا الطاولات ممزوجة ما بين كبار وصغار. نستقبل ضيفنا هذه الليلة سماحة الشيخ شاكر الفردان بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله صلى الله عليه وسلم.
اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة الأحبة ورحمة الله وبركاته. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سأتحدث أيها الأحبة ببعض الكلمات الموجزة التي ستكون بمثابة المقدمة التي تفتح الآفاق لمعرفة آرائكم وأفكاركم، خصوصا حينما نتحدث عن عوامل التربية، معوقات التربية، تحديات التربية، ثم طرق الحل وتذليل الصعاب التي تعترض طريقنا في العمل التربوي. والحديث عن مؤسستين مهمتين في صياغة شخصيات أبنائنا وبناتنا. المؤسسة الأولى وهي الأسرة التي عول عليها الإسلام كثيرا، لأنها مصدر الإنتاج لهذا المجتمع ومصدر صياغة الشخصية من لحظة التفكير في إيجاد هذه اللبن لبناء هذا الصرح العظيم. ثم المؤسسة الثانية هي العناوين المختلفة التي تشير إلى المؤسسة التعليم الديني في بلادنا الحبيبة. واحدة من هذه المؤسسات هي مؤسستكم، هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني. دورها احتضانها لأبنائنا وبناتنا، دور أولياء الأمور في دفعهم بهذا الاتجاه. أيها الأحبة، ألم يكن عظماء التاريخ أطفال؟ ألم يكن بناة الحضارة أطفال؟ ألم نكن نحن في يوم ما أطفال صغار وقد نوصف بنعوت لا تتناسب مع شخصياتنا؟ بعضها نعوت محبطة وبعضها نعوت محفزة. أليس رجالات الفكر والعلماء في الكون كله بكل اختصاصاته، أليس هؤلاء كانوا من قبل أطفال؟ ما الذي أوصلهم لأن يكونوا عناوين للتاريخ البشري نحفظ أسماءهم قبل أسمائنا؟ لما نروح نفتش في الكتب نتحدث عن، افترض، أينشتاين مثلا. أينشتاين في يوم ما كان طفل صغير. تحدث عن بعض الفلاسفة العظماء مثل الشيخ الرئيس أبو علي سينا، ملا صدرة، هذين كانوا في يوم ما أطفال. الفقهاء الذين بقت أسماءهم لامعة في سماء التاريخ مثل الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، إذا كان طفلا يتربى في حضن أمه، يدرج على الأرض، يلعب. كل هؤلاء الذين نقرأ أسماءهم نستمتع بسيرتهم كانوا مثلنا يعيشون، مثل هؤلاء الأطفال الذين أمامكم. هذين الأطفال اللي ترونهم أمامكم
كانوا عظماء التاريخ أيضا مثلهم. إنما السؤال الذي يطرح كيف أصبح هؤلاء قادة ورادة ورجال تاريخ تنحني إليهم هامات البشر؟ لا أحد منا يتوهم أن هؤلاء خرجوا من بطون أمهاتهم وهم يحملون على أيديهم على ذرعانهم يحملون مبتكراتهم والأمور التي أبدعوها. أبدا كانوا يتعلمون كيف ينطقون الكلمة كما نتعلم نحن كيف ننطق الكلمة. كانوا لا يجدون الأكل وكانت أمهاتهم وآباؤهم يعلمونهم التربية الجمالية في طريقة الأكل، في السباحة، في الذهاب إلى الحمام، في غير ذلك. كانوا يعيشون كما نعيش. كيف أصبح هؤلاء قادة ورادة ورجال تاريخ؟ أول أمر أنهم بلا أشكال يمتلكون قدرات معينة كما نمتلك. رشدت هذه القدرات، الترشيد لقدراتهم. الأمر الثاني استغلال طاقاتهم الفطرية، عندهم طاقات، الأسرة، المجتمع، الدولة التي يعيشون في ظلها كانت تستغل هذه الطاقات. رعاية مواهبهم الداخلية من خلال التربية الواعية، كانت الأسرة تربيهم وتبذل كل ما في وسعها في صياغة شخصيات أبنائها، وكان المجتمع هو الأسرة الكبيرة الذي يحتضن هؤلاء ليصيغهم صياغة مضافة إلى الصياغة الأولى ويقدمهم نماذج صالحة للتاريخ البشري. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام كان يجمع أبناءه وأبناء أخيه، دعاهم وحدثهم بهذا الحديث، قال إنكم صغار قوم. اليوم أنتم صغار قوم، بعدكم في مدارج الحياة، إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين. اليوم أنتم صغار ويوشك يعني ماكو مسافة، يوشك للقرب. الإمام يقول تون اليوم صغار، هاي اللي نشوفهم أمامنا الأطفال، اللي واحد بيده قلم، اللي واحد مركز يطالعني، اللي واحد تفكير في مكان آخر، دل هم اللي راح يمسكوا أزمة الأمور. إحنا جيل يمشي وهم الجيل القادم، لابد أن نعول عليهم شئنا أم أبينا. أخو أنت ما بتبقى لآخر الزمان مركوز في هذه الأرض، عمر تقضيه وتمشي. هؤلاء الأطفال هم اللي يأخذوا مواقعنا. أنتم اليوم أو إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين. شي يقول لهم، شي يطلب منهم الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه؟ فتعلموا. تريدون تكونوا كبار قوم آخرين، تصيروا من ضمن الأسماء اللامعة ممن صنعوا الحضارات، ذولين الرادة والقادة والشخصيات اللي حفرت وجودها واسمها في التاريخ. تعلموا العلم، ما يمكن إنسان جاهل يصل. إذا ما تمتلك سلاح العلم، إذا ما تمتلك سلاح المعرفة، لن تصل إلى هذه المقامات.
فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يحفظ، يعني يحفظ العلم، فليكتبه وليضعه في بيته. هذا تعبيرنا، خلي عندك مكتبة بالبيت. هو الطفل لما يفتح عينه في البيت على وجود مكتبة، يمكن ما يقرأ بس صورة الكتاب تنتقش في ذهنه، علاقة بالكتاب، يعني فتح عين أبوه عنده شيء مقدس، مثل ما التحفة اللي يشتريها من بلاد الأوروبية من أي بلد غربي وتحفة بمبلغ كبير يخليها في موضع خاص حتى يلمسها الأطفال ليكسروها، شيء ثمين. الكتاب أيضا عنده ثمين في موضع معين. الطفل لما يفتح عينه يسمع أبوه يتحدث، وراح نتحدث إن شاء الله، وشوف هذه المكتبة أمام عينه، بلا أشكال تنتخش في ذهنه. الإمام يقول أنت تريد تصير كبير، هذا طريق السير لأن تكون كبير. إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين فتعلموا. هذا طريق. يقول أنا ما أحفظ، يقول إذا ما تحفظ فليكتبه وليضعه في بيته، يعني خلي عندك مكتبة بالبيت. اليوم حتى في مجال التعليم الديني صار نوع من التواكل، يعني أنا ابني خلاص أبعث به إلى هيئة التعليم الديني، ما لي شغل به، هم يعلموه الصلاة، هم يعلموه أصول الدين، وهذا أمر جيد، بس أنت في البيت شنو دورك؟ ولذلك لابد أن يكون هناك جسر، نشط حيوي بين الأسرة وبين الهيئة التي تقوم بتعليم أبنائنا. مو نلقي كل الثقل على أكتافهم وينتهي، هذا عاطين من وجودهم، عاطين من حياتهم، عاطين من وجودهم في داخل أسرهم، من أنشطتهم، من أجل بناء أبنائنا. هذا المعنى اللي ذكرته واللي ذكر الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يذكرني بمحاورة الطفل مع الحداد في أيام الشيخ الرئيس أبو علي سينا. هذا طفل بعثت به أمه إلى الحداد، والحداد يستخدم الكير للنفخ، يعني يستخدم النار حتى يلين الحديد. فبعثت بأمه أن يأتي بشيء من النار، جمرات يجيبها على يقدم بها الطعام، ما عندهم نار. هذا الطفل لما وصل إلى دكان الحداد كان الشيخ الرئيس أبو علي سينا جالس إلى جنب هذا الحداد. فالحداد قال إلى روح بيتكم جيب وياك إناء ظرف حتى أخلي بي الجمرات الشيلة وياك، بيتهم بعيد. التفت هذا الطفل يمنى يسرى يبحث عن إناء حتى يأخذ به الجمرات يوديها إلى أمه. ففي لحظة تفكر هذا الأمر فأخذ التراب، أخذ التراب حمل بيده راح للحداد قال خلي جمرات الضوء بيدي. لما أخذ الجمرات استوقفه هالأمر، استوقف وعلي سينا. وعلي سينا من مفاخر التاريخ الإسلامي، رجل فيلسوف كبير يسمونه الشيخ الرئيس في اختصاص، يعني نابغة عالم. في يوم من الأيام كان طفل مثل هذا، بس وصل وصار هذا الرجل من نوابغ المسلمين إلى يومنا، يبقى هذا الاسم إلى صيته. أبو علي سينا استوقف الطفل وسأل شنو اللي خلاك تلتفت إلى أن الرمل يكون عازلا بين النار وبين يدك،
حملت رمل خليت الجمرات عليه، جمرات ما توصل لعيدك. التعبير أنا أذكر نص تعبير هذا الطفل يقول لأبو علي سينا، وهذا أطفالنا يقول هذا الكلام: لا تستغرب، فلست أنا وحدي بهذا الذكاء. مو أنا الذكي، أطفال واجد. لا تستغرب فلست أنا وحدي بهذا الذكاء. إن في بلادنا آلاف الأطفال على درجة من الذكاء. إيش كثر إحنا لما نقرأ تاريخ المجتمعات اللي حولنا، ما شاء الله هذا المجتمع عنده قدرة في الرياضيات، عنده قدرة في كذا، اكتشفوا واخترعوا، ليش إحنا ما عدنا؟ إحنا مو الله خالقنا أغبياء ما نقدر نبدع، لا عدنا. أطفالنا ذولين اللي الآن تقول لي أقعد أسكت لا تتكلم كذا، هذا بكرة شوف شنو يصير. بس هذا يتكلم يقول الطفل، يقول لأبو علي سينا إن في بلادنا الآلاف آلاف الأطفال على درجة من الذكاء، لكنه قدر لنا أن نصبح من الكادحين. بعد القدر ساقنا، أبويا فقر أمي فقر، اشتغل في زراعة ما عدنا شيء، ما تتسلط علي الأضواء، ما تفتح لي أبواب العلم والمعرفة، أبقى على هاي المعرفة التي تحصلت عليها، شنو تريدني أنتج؟ لكنه قدر لنا نصبح من الكادحين من ذوي الحرف البسيطة ليبرز مثلك عالما ليس له منازع. ثم أدار الطفل وجهه وذهب. تصوروا، أولا كسر غرور أبو علي سينا، قال لا تصور أنت العالم الوحيد، ماكو منافس. القدر هالشر، القدر، أنا ابن طبقة كادحة وإنسان فقير، شو تريد مني؟ أنا لا عندي الوسائل التي أنت تشتغل فيها حتى تكون مبدع ومنتج، وإلا يعني أنت مستغرب من أن أخلي الرمل بيدي وأخلي الجمرات على هاي الرمل وأرجع بها. لا، أردت بهاي المقدمة أيها الأحبة أفتح آفاق أطفالنا. أبدا ما هم أغبياء، وأطفالنا ما هم شريرين، وأطفالنا غير منحرفين، أطفالنا مثل أطفال الدنيا كلها، يحتاجون لحماية، يحتاجون لاحتواء، يحتاجون لترشيد، يحتاجون أن نفتح أمامهم هاي الآفاق، أن نرفع العوائق من دروبهم، سينتجون ويبدعون وراح ياخذوا بأعناق الدنيا كلها ويلتفت شنو عند هذا المجتمع. مجتمعنا ولاد، أبدا مجتمع غير عقيم، مجتمع ولاد يعطي، بس اعطى شيء من الحرية في أن يفكر، في أن يقرأ، في أن يطلع ويعيد الإنتاج ويبدع. حتى لا أتحدث ويكون الدور لكم أكثر من أن يكون لي، أخلي الأمور بيدكم حتى نتعرف على وجهات نظركم، خصوصا بين الآباء والأبناء. ما أدري هناك في أمهات، لو ما في إلا أشوف البنات الصغار يكون بينهم أيضا وجهة النظر. شنو عوامل نجاح التربية؟ أنا أريد أربي، أريد أربي ابني، أريد أربي بنتي، بس أنا ما أعرف شنو عوامل نجاح التربية. ممكن أحد الأخوة الآباء يقدم تجربته حتى نعرف، والأخوات إذا ما يقدروا يتكلموا يكتبوها على الأقل نعرف تجربتهم في هذا المجال. تفضلوا يا أساتذة.
الدور لكم، أنا مستمع. تفضلوا شباب، واحد منكم يتكلم. عوامل نجاح التربية، حتى الشباب الصغار تكلموا هنا، شباب صغار اللي عمره 14-15، حتى اللي صغير ويفكر في فكرة معينة، قول اللي تريد تقوله، اللي في ذهنكم قولوا حتى نسمع. احنا لازم نسمعكم، كثير كنا احنا نتكلم وانتم تسمعونا. اليوم احنا شنو عندكم، شنو يدور في داخل ذهنكم؟ انتم ايضا الفتيات اذا عندكم شيء، شلون تنجح التربية؟ تفضل تفضل سيدنا، اذا في لاقط خلوه، اذا ما في تعال هنا سيدنا، اذا ما في تعال هنا، تعال سيدي. عليكم السلام سيدنا، تعال صوب تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بداية نشكر سماحة الشيخ لتواجد معنا في هذه الأمسية المباركة، لنستقي من فضله ومن علومه، ولو نقطة في بحر. السؤال الذي طرحه سماحة الشيخ، تهيئة أرضية بين الأب والأم هي أهم نقطة لتهيئة الأرضية لتربية الأبناء، أن يكون تفاهم في البيت بين الأم والأب، ومن ثم بالإمكان من البداية أنهم يهيئون أطفالهم في تربيتهم التربية الجيدة المطلوبة، حتى بإمكانهم ينشئون جيل مطلوب للمجتمع. فهذه أهم نقطة، أنه تهيئة القاعدة، وتأتي هذه القاعدة من الأب والأم أول شيء، أول نقطة مهمة يعني. ومن ثم المتابعة، السؤال، تشجيع الطفل مثلا في ممارسة مثلا حضوره إلى مثلا الهيئات الدينية، مثل عندنا الهيئة العدل المنتظر في البلد، مشكورين جزاهم الله خير، أن تشجيعهم إلى الحضور والمشاركة، أخذ الطفل إلى مثل هذه المحافل، تعامل الأب مع الطفل أن يكون تعامل حسن من غير انفعال، ومن غير أن يسبب للطفل إحراج حتى أمام الآخرين، حتى فيما لو يحصل هناك خطأ من الطفل، وهذا قد يحصل، لابد أن يكون تعامل الأب بالطريقة الحسنة، الطريقة المثلى يعني، حتى بالإمكان يكسب الطفل ويهيئه ويربيه التربية الصالحة يعني. هذه إن شاء الله بعد أحد من الأخوان إذا يريد يكمل أو أحسن. سيدنا رحم الله الضيف، طبعا الأحبة إذا أحد عنده أي نقاط تقدرون تناقشون بعد على الطاولات، الأحبة على الطاولة. إحنا بس مسامح باجيكم، الجماعة هني كتبوا بعض النقاط يمكن ذكرها السيد ونذكرها بشكل سريع. عوامل نجاح التربية، أولا الثقة كما ذكر الأخوان، إعطاء الثقة للطفل بحرية التعبير. أحد الشباب ذكر عدم الضغط على الولد، وأيضا حسن التعامل معهم، وأخيرا تعليم الطفل الصح من الخطأ. هذه عدد من النقاط اللي ذكروهم الشباب هنا، فإذا أحد عنده أي إضافة أو أي يتفضل. موجودين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا ضيف على هالمنطقة، أنا مو من هذه المنطقة، ابن هاي المنطقة. الله يسلمك. أنا وأنت. الله يسلمك إن شاء الله. يعني من أهم عوامل بالنسبة إلى تجربتي البسيطة يعني كأب، إن تشجيع الأب إلى أولاده، يعني إحنا بشكل معروف عندنا في تقريبا في المجتمع
الطفل دائما نقول له غبي ما تفهم في الدراسة بشكل عام في الحياة العادية. هذه أشياء يعني في علماء النفس يقولون الطفل عند ما يتكرر عليه شيء خلاص هو من داخل اقتنع انه غبي. يعني لو وين تخليه بعدين؟ يعني لو اي مجال يجيب يتقدم يقول انا في الاساس انا غبي، يعني وش بسوي بعد؟ فيريد يتراجع الى الخلف وما يقدم اي انتاج جديد. يعني اهم شيء بالنسبه الى الاباء للامهات استخدام الكلمات التشجيعيه، يعني يجي يقول له انت مبدع، انت عبقري، انت واحد تفهم، انت شاطر، انت ذكي، انت هذه بتكرارها راح يكون الطفل خب ما بيكون. يعني في بعض الاباء والامهات يقول انا جربت وكلمت ولدي ما شفت صار. هذه ما تصير في يوم وليله، هذه يبقى لها يعني نفس كأننا نقول غسيل مخ إليه، بدل الأشياء السلبية اللي عطوها إياه يعطونا بعدين أشياء إيجابية. وشكرا لكم. أحسنت رحم الله والديك، وطبعا أنت ابن القرية وأخونا ونتشرف فيكم. عدنا بعد الجماعة هني، تفضلوا. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هناك عوامل يجب أن نركز عليها في نجاح التربية، وطبعا أهم عامل هو الانسجام والتواصل بين الأهل، إذ أن هناك مشكلة حتى قبل ظهور الهواتف الذكية أصبحنا نعيش في أسرة يعني نستطيع أن نقول عنها أنها خارج الخدمة، فما بالك بعد ظهور الهواتف الذكية. هذا العامل الأول. العامل الثاني هو ترك التسلط، يعني لا يمكن أن نبني أسرة سعيدة يعني تحقق الرفاهية للجميع إذا كان تفكير مثلا الأب والأم أن يعني بحجة أن الأسرة تسير تحت مبدأ المشورة فلا يعطى الطفل أو الابن حقه في التعبير. كذلك التغلب إذا كانت أي مشكلة مثلا مادية تعيق الأسرة يجب أن نتغلب عليها لكي نحقق أسرة سعيدة. وشكرا. أحسنت رحم الله والديك. طبعا جايينكم بنجيب الدور حسب الأولوية، تفضل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا أسئلة غير هذه بس خليه هو إجابة سريعة بس، وأعتقد أنك سماحة الشيخ أشرت إلى ثلاث نقاط مهمة، أنا أضيف لهم نقطة مهمة ونقطة واحدة. أنت أشرت إلى ترشيد القدرات، استغلال الطاقات، ورعاية المواهب. هذه ثلاث عناوين مهمة هي اللي تحدد خلنا نقول أسلوب التربية في البيت وفي المنزل. نضيف لها بعد القدوة الحسنة، زين، لأن هذه القدوة هي بناء القدوة الحسنة للطفل، هي أعتقد أنا من أهم العوامل وتندرج تحتها النقطة اللي ذكرها أبو سيد مرتضى السيد حيدر اللي هي علاقة العلاقة الداخلية في الأسرة نفسها وفي البيت. القدوة هي اليوم الفيصل، لأن خصوصا هذا الطفل مفتوح على العالم كله وهو الذي يختار هذا القدوة، فإحنا نحتاجين أن احنا فعلا نشتغل بشكل مباشر عن قرب مع هذا الطفل لإيجاد هذه القدوة، ومن خلالها ينطلق الطفل بالاتجاه اللي نريده يصير فيه. أحسنت سيدنا. أخذ بعد مداخلة أخرى لأبو سيد ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ما أدري يعني نطلب من سماحة الشيخ بس إبدأ وجهة نظره يعني الكريمة اتجاه العنف. يعني أحيانا يعني الأسرة سواء الأب الأم الأخوان نفسهم أو يعني هذا العنف يعني نتائجه سلبية جدا، فلو سماحة الشيخ يعني يبدي راية إلى الأطفال خصوصا يعني مو بس الأسرة، العنف بين الأطفال نفسهم. يعني احنا في مدارسنا اللي نشوفه يعني ما في اللي هو خلنا جو الود أحيانا بين الأطفال نفسهم، يعني الحب والود ولغة التفاهم أحيانا مفقودة. فيعني لو يبدي وجهة نظر سماحة الشيخ حول هذا الموضوع يكون مشكور. أحسن سيدنا. عندنا مداخلة ونجي لأسئلة الأخوات. الأخ عادل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
سامحنا شيخ ترى مستوى تفكيري بسيط يعني. تفضل يا حبيبي. بس حبيت اتشرف باني القي شوي كلمه امامك يعني يا شيخ. على راسي. اول تراولي انا يعني في اعتقادي المشكله الرئيسيه في معرفه الذات. الذات الابو اصلا مو عارف ذاته. يقول الامام علي عليه السلام: اتحسب انك جرو صغير وبك انطوى العالم الاكبر. المعرفه الاول يقول المعرفه شلون المعرفه. الامام الحسين عليه السلام يخاطب ابن القاسم، ابن الحسن القاسم، يقول له: يا بني كيف ترى الموت؟ معرفة بأن هذا الطفل جدا على مستوى عالي من المعرفة، وحوار صريح، حوار بسيط، حوار يفتح آفاق للمعرفة. يقول له، يخاطب ابنته زينب، ففي حادث يعني البريطانيين اليوم يجيبون أبنائهم في المدارس، يقول لهم: ترى والله أجدادكم احتلوا هاي المناطق في العالم، استعمروا. أنتم وين تبون تستعمرون أطفال عمرهم 5 أو 6 سنوات؟ معرفة ذات بأن هؤلاء الأطفال عباقرة. المعرفة هي سبب من أسباب معرفة الوصول للعلم. أول عرف ذاتك، يعني أول معرفة الذات من الأبو على أساس يعرف يعلم أبنائه. أحسنت أستاذ عادل. تفضل شيخنا أنك إذا لو الأخوات. أولا من الأخوات، أحد الأخوات كاتبة: أهم عوامل نجاحي هي في الحياة سواء العلمية أو العملية، أولا والدي ووالدتي وجدتي رحمهم الله. والدي كان يهتم بنا كثيرا كأبناء وأصدقاء، وتهتم بتعليمنا وصلاتنا، هو يهتم الظاهر والأحكام الشرعية وكل شيء صغير وكبير. الوالدة وإن لم تكن متعلمة إلا أن اهتمامها بحركاتنا وسكناتنا وعفتنا والمتابعة والتشجيع لنا كان له دور أساسي. جدتي رحمها الله أخذت على عاتقها تعليمنا للقرآن والدعاء، فكان مهم جدا لها أن تجلسنا نتلو القرآن والأدعية كل يوم. كل ذلك زرع بنا والدنا روح المسؤولية والعمل والتحدي للصعاب. تجربة حلوة للأخت من جو الأسرة أن هذه مجموعة أمور صاغت شخصيتها. هناك مجموعة عوامل ذكروا الأخوة مجموعة من العوامل. أنا سؤالي للآباء كبار السن اللي في الصف الأخير أن يتحفونا بالفارق بين التربية في زمنهم والتربية في زمننا. إحنا الآن واجد شبابنا أولادنا، أنا أقول صعبة التربية، هم يقولوا مثلا هل هي بصعوبة ما نلاقي التربية عندهم؟ لا، التربية جدا سهلة، وذلك للأسباب التالية. خلنا نستفيد من تجربتهم. إذا نستمع إلى الأحبة، أبو ناصر إذا عندك أي مداخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الركيزة الأولية يعني السابق يعني هي متعلقة بالإيمان. يعني تربيتنا السابقة الطفل يتربى على الإيمان، والثانية حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الثالثة الأخلاق. الأخلاق ركيزة مهمة في تربية الناشئة وحتى تربية الجيل يعني الشباب. يعني أمورنا كلها متعلقة بالأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق إن عم ما بقيت فإن طبعا ما أحفظ الشعر إلى آخره. الأخلاق شيء مهم، وتربيتنا كانت بالأمس يعني واقعا ما في مثلا أشياء تخلي الواحد تخلي الطفل يعني أن ينحرف عن قول الأب أو الأم. يعني بالأمس إذا كان هل المحرم يتبند التلفزيون من بداية محرم إلى آخر صفر، هذا كان يعني معروف
بالنسبة لي أنا تربيتنا الأطفال من يوم حادي يتبند التلفزيون إلى يعني آخر صفر، بينما اليوم لا، يعني هذا التربية تفرق. لو تبند التلفزيون موجود الانترنت، موجود النقال، موجود يعني هذه الوسائل اليومية، ما خلت التربية يعني مالت اليوم كالأمس. فإحنا لازم تربيتنا بعد بالنسبة لهذا الجيل أن تفرق، يعني أساليبنا تفرق، أن ندخل وياهم مثلا، أن نقعد يعني حتى مثل ما نقول في قعداتهم ونريهم يعني مثل ما نقول الباطل من الحق، ونعلمهم مثل ما نقول الشيء السمين من الرديء والصالح من الطالح. إذا ابتعدنا عنهم في لحظات، في هذه اللحظات، فممكن احنا مثل ما نقول تركنا الطفل هو وتربيته الحالية. وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال أيضا آخر. تفضل. كان الفترة السابقة قديما من ضمن الأمور التربوية المستخدمة هو الضرب، هل تجدون أنه ينفع اليوم نمارسه؟ يعني كانوا بعض الآباء يضربون الأبناء على أمور معينة، يضرب لتعلم الصلاة، يضرب إلى خالف شيء معين كذا. نعم، تقريبا السبعينات هي، يعني في السبعينات كانت هاي الأمور على هذه على هذا المستوى، كان لها دور نافع يعني في صياغة شخصيات أولادنا. لا طبعا الأسلوب لازم يتغير الأسلوب، ومثلا يعني بالأمس كلمة واحدة يتبند التلفزيون ما يلمس إلى آخر الشهر، بينما اليوم لا، المفروض أنا أشغل التلفزيون أو أشغل الجهاز وأقعد وياه، أقعد وياه يعني مثل ما نقول وأرى يعني مثل ما نقول هذه الشجرة أو هذه مثل ما نقول هذه الثمرة، هذه الثمر من وين نزلت، كيف مثلا يعني الله سبحانه وتعالى يعني وصلها إلى أن مثل ما نقول أصبحت ثمرة صالحة أن أكلها. وهكذا يعني نريه قدرة الله والأشياء مثل ما نقول اللي هي صالحة والأشياء اللي طبعا غير صالحة. إذا في أحد من الآباء ولا بنوجه السؤال. فر الله لنا ولكم معذرة. فال الله في أعماركم إن شاء الله. أنتم الخير والبركة. أحد بيتكلم، عم يتكلم. جماعة هنا. تفضل سيدنا. أنا عندي نكتة يعني ممكن شوي ضحك. الطفل جاب. أيام اللي كان عمرنا على 14 سنة، أنا وأخوي كان أصغر مني المرحوم. كان الوالد أخذ لنا نعل زنوبة، فأخوي لبس لنعال الزنوبة في بداية محرم، نقول في حادي محرم لبسه. أنا قلت لا والله هذا بعد بحسوا روحي بعد زر بالك، قلت أن هذا حرام، خلى العقب محرم في ربيع. حاولت ما صبرت، عقب أسبوع ما صبرت لبسته في سابع أعتقد أو ثامن يوم العباس، رحت بلد راس ما تم الغرب باقو ورجعت بليا. وأخوي اللي لابسه في حادي تم عند المعلم ورجعت حافي. شوف أنتوا لابسه من حادي ما ينبع. بالنسبة للأيام الأولية، طبعا أنا تقريبا مواليد 56، يعني عاشرت الفترة السابقة الأولية. طبعا حصلنا احنا ضرب وقاسينا من الضرب فعلا. في تعليم الصلاة أنا أبوي كان يعلمني وصوبة خيزرانة وشطولها، إذا أغلط ضربة وراها مباشرة. أنا هذه يعني عشت هاي الفترة. المدرسة إذا واحد صار بيني وبينه حتى خلاف، مو ما هربنا من المدرسة، هربنا، لكن لو أنا يصير بيني وبين واحد من الصبيان خلاف، يروح لأبوي يقول له أنا ما هربت، بس يروح يقول له اليوم ولدك هرب من المدرسة، أنا خلاص ديك اليوم أنخبص دست. فيعني كان يعاملوننا بقسوة بكل صراحة، بضرب. وهذه عفوا شيخ، هذه مو بس في البيت، حتى معاملة المدرسين لنا سابقا بالضرب.
كان يعاملوننا بالضرب، ما سويت وظيفة ما أعرف إيش ضرب. فهذا الضرب كان سابقا موجود يعني، وإحنا كنا عايشين على هذا الضرب. طبعا هاي الضرب اللي كان مستخدم في القديم، وإن كان مو يعني وسيلة من وسائل التربية، بس في الغالب كان يعطي ثمار في ظروف الخاصة في ذاك الزمان. يعني اللي تعرضوا للضرب أو الأباء اللي ضربوا أبنائهم، في الغالب تفكيرهم في شلون أصير شخصية ابني، شلون أحفظه، شلون أحميه. فالوسيلة الوحيدة اللي في ذهنه هو الضرب، أفضل حماية وصياغة لشخصية أبناء. اليوم الوضع الاجتماعي اختلف، قراءة الناس ودراسة الناس وفهم الناس، وحتى يعني الضرب مأخوذ من جهة التأديب. يعني ما قال السيد يضربونا دست أخو الموت على حد تعبيرهم، يعني مو بس دست وأخو الموت يصير الضرب، يعني التأديب بحيث أنه لا يؤذي الطفل. لا بعض الوقت ذاك الوقت شفنا ناس يكونهم كي، يعني بعضهم يكونهم بعضهم يضربهم ضرب بحيث ضرب مؤذي. كل هاي الأمور بلا أشكال انتفى دورها، لكن هذا ما يمنع أن يكون في بعض الأحيان الضرب وسيلة من وسائل التأديب، بشرط أن لا تكون مؤذية للآخر وأن لا يكون يبالغ في الاستعمال. إذا في وسيلة أخرى تؤثر أثرها أفضل من ذلك. أنا أبغى الآن أوجه سؤالي لواحد من الشباب دولين اللي قاعدين الثلاثة، أبو الفانلة المارونية اخترتك اللي في الوسط. سؤالي إليك، أبوك موجود هنا لو ما موجود؟ مو موجود. تعاني من مشكلة في التربية تجاهك أو شيء؟ لا كلش. كلش. سمعت من أحد أصدقائك يعاني من مشكلة أبوه شلون يتعامل وياه؟ أعرف كم واحد كانوا يعني أبوتهم لدرجة أن يجون لهم المدرسة يضربونهم قدامنا. أنا شايف يعني قدامنا، يعني الأب يضرب ابنه قدام الطلاب، والسبب شري يمكن ما سوى شي في المدرسة أو شري يعني. يعني وصل شكاية عليه أنه ولدك مثلا ما مأدي الواجب أو مأذي واحد أو مسوي كذا، فهو يكون طريقة رد الاعتبار بالضرب يكون عنه. تشرايك في الأسلوب؟ خطأ. إذا كانت الأساليب الضرب غير مقبولة، وشنو الأسلوب الأفضل في نظرك اللي يدفع الشباب يوجههم في الطريق الصح؟ يحاورون أبنائهم، يحاورونهم يعني كل بين فترة كذي، خصوصا هذا مرحلة المراهقة، هذه لازم الآباء يقعدون ويا أولادهم، لازم يعني في هالمرحلة. يعني أنت في نظرك بأنه الحوار مسألة مهمة، خصوصا فترة المراهقة الأولياء الأمور الأب والأم يتعرفوا على هالمرحلة، يتعرفوا على خواصة مواصفاتها آثارها حتى لا يوقعوا في المشكلة. في عامل ثاني، عط الأخ اللي على الفانلة الخضراء، قول اللي عندك اللي في شيء ثاني مثلا تشوفه أفضل مثلا. اتفضل خد عنا إذا في وجهة نظر عندك ثانية. خلنا نشوف هم الشباب، خلوا يعطوهم مجال لهم يتكلموا، من زمان ما تكلم بس احنا نشبع. عندكم كلام شباب؟ حد عنده وجهة نظر؟ صغار أي شيء تبغون تقولونه، أي فكرة تبغون تقولونها. احنا نبغي الحين اب يحدثنا عن معاناته في التربيه مع ابنائه. اكو هناك سيدنا سيد حسين، اول شيء احد الشباب الناشئ ابا احد الشباب تفضل بعدين ودناك بالزاويه. يعني اعتقد ان الطريقه الاصح لنجاح التربيه ان الاب يصاحب ابنه ويدري وش يسوي في كل وقت، يعني ما يكونون بعيدين عن بعض، متابعة متواصلة، ترابط بينهم، محاورة، إرشاد صحيح. وش اسمك انت؟ سيد حسين. سيد حسين، انت قلت المصاحبة. في بعض الأحيان قد الواحد يصاحب ابنه يقول له صير صديق وياه، صير صديقي، بحيث يسقط الحدود بينه وبين أبوه، يعني يمزح ويا أبوه مثل ما يمزح ويا واحد في الطريق، صديقي صاحبي أبوه. ايش رأيك في هالنظرة؟ لا مو لهالدرجة، يعني قصدي بالمصاحبة انه يعني يبقى معاه فترات
يعطيه أوامر يعني. يعني ينفتح الولد على أبوه والأبو يسمع لابنه مع حفظ الخصوصيات، يبقى الأب أب والابن أبن. أنت هم قلت في المتابعة، يعني اليوم إحنا أنت بيدك التليفون تطلع تدخل على الإنترنت على الواتساب تتكلم كذا ما أعرف شنو، المتابعة والمراقبة في نظرك أنه يعني الأب يكون دقيق وراء الولد في كل شيء ويروح يفتح تليفونه وكل شيء يفتش على له شلون؟ يعني مو لهالدرجة يعني، قصدي يعني مو ياخذ التليفون من عنده ويكون يعني محبوس كأنه بس محبوس لكن هو حار، لا يعني عنده ثقة في الولد، يزرع الثقة في نفس ولده. نعم. يعني هو المهم أن يزرع الثقة في ولده ويتابعه ويسأله بحيث أنه لا يكون في خط الانحراف. ممكن أن نوجه سؤال للشباب، الشباب الجهة، بأنه إحنا كله ركزنا في حديثنا، طبعا أنا سأل سؤال وفي هناك واحد رفع إيده يبغى يجاوب في الزاوية، وده في الزاوية الزاوية وده حتى وده وبعد برجع. كلكم سادة أولاد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث اللي يقول اتركه سبعا وادبه سبعا واضربه سبعا، يعني إذا صح هذا الحديث يعني فهو الضرب، يكون ضرب تأديبي، ما لازم ما يكون ضرب عقاب. الشغلة الثانية أنا بس بقول قصة قصيرة، يعني حدثت لي قبل فترة، كنت قاعد في المكتب جاء واحد يرتجف كذي، وش فيك؟ اللي يقول أنا اليوم ضارب ولدي ضرب. ليش ضارب إنه؟ اللي يقول مشتري له تلفون جديد وشفت اللي جاي جارنا مشتكي عليه إنه أسبوعيا الخميس ما يروح المدرسة، يقول لما قال لي رحت للمدرسة وقدام المدرسين وضربت ضرب واخذت التليفون وفلت على طول كسرته. قلت له انا هذا انت العمل اللي سويته كله غلط في غلط. قلت له انا وجهت نظري الحين دارك الموقف، تتصل الى زوجك وتقول لها بالخطا اللي سويته، لان الولد راح يجي البيت، اذا جاء البيت ما قلت له اذا جاء البيت انت محظوظ يعني. حاول ان الزوجه جوزك سعه علم اتصل لها قول لها ترى فلانه اليوم رحت البيت وضربت ولدي في المدرسه، تتصرف تصرفيه حق لما ترجع انت. قلت له لا تبغي نصيحتي، اشتري لولدك تليفون قبل لا ولدك تخسره. قلت له يعني هاي الضرب ساعات الضرب يكون ضرب عقاب، ثانيا قدام المدرسين وقدام الطلاب انت احرجته يعني كلش. حتى قلت له انا ويش كان تصرف ولدك؟ قال الولد كان خجل كلش من ردة الفعل أبوه. يعني أنا أقول حتى لو في عقاب، أقول مو عقاب، أقول تأديبي، يعني عقاب تأديبي، يعني لا يكون عقاب انتقامي. ولد أنت اليوم إذا أنت ما تتحمل خطأ ولد غيرك ما يتحمله، إذا الولد غلط لازم أنا الأبو أنا اللي أتحمل خطأ مالي. المجتمع راح ما بيتقبل خطأ أبنائي، فلازم أنا الأول أتحمل الخطأ وأحاول أدارك حق أنقذ ولدي. شكرا لك. قبل ما ننتقل إلى السؤال للإخوة، إحنا طبعا ركزنا في حديثنا على الأسرة ودورها في صياغة شخصية أبنائنا والمعوقات اللي يصطدم بها الأب ولي الأمر في تربية أبنائه. هم الأبناء عندهم بعض الملاحظات على تربية الآباء، وسمعنا بعض الآراء من الأخوة. التربية الأسرة جزء من المعادلة. احنا دائما نقول أن التربية عملية مركبة وليست بسيطة، يعني مو من جزء واحد وإنما تكون فيها عدة أجزاء. الأسرة جزء، المجتمع جزء ثاني، الأصدقاء جزء ثالث، دولين كلهم أجزاء يكونون عملية تربوية. ولذلك يخطئ من يقول مثلا لما يشوف واحد يقوم بأمر معين يقول له أنت مو مربى، لو أهلك مربينك ما قمت بهذا. لا بالعكس، هذا كلام خاطئ.
أهل ربوه، بس الخطأ قد يكون في موطن آخر، مثل ذاك الرجل الذي كانت له نبتة يرعاها، يسقيها بالماء، يعطيها السماد، يعطيها كل شيء زين أساس تنمو، ويروح عنها بعد فترة يجي يشوف هذا أبلة، وهكذا دواليك. في يوم من الأيام اكتشف في واحد يعطي ماء إلى هاي النبتة، إجا إليه قال له أنت من وين تجيب الماء حتى تعطي هاي النبتة؟ قال له أنا أعطيها ماء مالح. قال له أنت ما تعرف الماء المالح يضر بهاي النبتة يقتلها؟ قال له أنا ما أدري. قال له ليش أقدمت على الفعل؟ قال في واحد يجيني ويقول لي أعطي النبتة من الماء المالح، فأنا كنت أعطيها وكان هاي الأثر المترتب على ذلك. هذا العامل المفقود اللي يرشد هو العامل الخارجي في التأثير. الأسرة قد تقوم بكل دورها بتمام وظائفها في صياغة أبنائها دينيا روحيا. اليوم مو مثل الزمان اللي مضى، ابننا اليوم يتصل بالعالم عبر الإنترنت، يتصل بداخل المجتمع. نحتاج إلى مؤسسة في مقابل أو مكملة لمؤسسة لا تستغنى، لا يستغنى عن مؤسسة الأسرة، هي المؤسسة الأولى، ولكن مؤسسة أخرى يجب أن تكون مكملة لعمل الأسرة خارج إطار الأسرة. اللي هي شنو المؤسسة اللي تكون؟ تفضل سيدنا، وين لاقط عندك؟ احنا نبغيك تتحدث عن مؤسسة أخرى تقوم بهذا الدور. مؤسستكم هي راح أشير نقطة ثانية. تفضل. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله قال عليكم وإني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله والحكمة. بما أن يمكن النقطة ما حد أشار إليها بخصوص القرآن، يعني ألاحظ أن كثير من الحفاظ حفاظ القرآن في البحرين متفوقين في دراستهم. يعني أنا أحث أولا الآباء على الارتباط أكثر بالقرآن، فتربية الأبناء بحسب عن طريق القرآن إلى أثر كبير وإيجابي على النفس. طبعا أصحاب الطفل اصطحاب الطفل إلى المحافل القرآنية بعد إلى أثر كبير، حق يكون ارتباط الطفل بالقرآن أكثر وأكثر، إشراكه في المسابقات القرآنية بعد إلى أثر بعد كبير. السير باعتبار من قراء القرآن فيركز على مسألة القرآن أنه طبيعي القرآن الكريم إلى تأثير. وأذكر هنا دراسة لمعهد أمريكي، والمعهد الأمريكي قام دراسة في مطب نفسي، عندهم مجموعة من أصحاب الأمراض والانفعالات والتوتر وغيرها، فاستخدموا القرآن الكريم صوت القرآن في داخل هاي المعهد، فوجدوا أنه طبعا دولين بعضهم مسلمين بعضهم غير مسلمين بعضهم عرب بعضهم غير عرب ما لهم شغل بشيء، صوت القرآن الكريم بمجرد أن يلامس طبلة الأذن وجدوا بعد قياسات ودراسات تنخفض درجة التوتر والاضطراب النفسي عند هذا المريض الواقع في المطب النفسي عندهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبيعي أن قراءة القرآن حفظ بعض السور، وإذا يحفظ القرآن شيء جيد أمر محمود ومطلوب ويؤثر في العملية التربوية. تفضل. أنت طبعا بتكلم عن عوامل نجاح التربية قبلها، بس وقف بالنسبة إلى القرآن الكريم. هيئة العدل المنتظر الإسلامية طبعا دشنت مركز العدل المنتظر لعلوم القرآن، وتم تسجيل مجموعة من الطلبة. مع الأسف طبعا الآن في تراجع في تسجيل الطلبة بالنسبة إلى له القرآن. تقوم حاليا بمشروع كان مفترض أن يتكلم عنه سيد جعفر باعتباره هو رئيس المركز، له ليلة ستكون مجلس قرآني في ديوانية السيد موسى له مقابل المسجد الشمالي. المجلس إن شاء الله راح يكون في مجموعة من قراء القرآن، وبيكون في تصحيح قراءة ومجموعة من الفعاليات أسبوعيا سيكون هذا المجلس. أنا أعتقد الارتباط بالقرآن بشكل مؤسسي أفضل من أن يكون شيء عشوائي، مرة الأسرة يصير فيها قراءة قرآن مرة ما يصير فيها، غير لما يكون في أسبوعيا جلسة قرآنية، وبالتالي له الطفل والأبناء يتعودون على ارتياد مثل هذه المجالس المباركة. بالنسبة لي التجربة الشخصية القدوة الحسنة،
عندما أرى أبي يؤذن رحمه الله، عندما أكون في بيت يقرأ فيه القرآن كدوي النحل والدتي تعلمهم حفظه الله، يجب علي أن أكون في هذا الجو وأكون في هذا الإطار. فهي دعوة للآباء، إن كنت في هذا المجال تريد ابنك أن يكون قرآنيا فعليك أن تكون قرآنيا، أن تكون قدوة حسنة إليه. أن تريد أن يرتاد المسجد عليك أن ترتاد المسجد، أن تكون موجود في صلاة الجماعة. ابنك تريده أن يكون في صلاة الجماعة وأنت تكون في مكان آخر، أعتقد لن يتحقق ذلك إلا فيما ندر استثناء. فالقدوة الحسنة هي الشيء الكبير بالنسبة إلى التربية ونجاحها، بأن يكون الابن يرى أباه أو والدينه في هذا المجال. هذا ما لدينا، وشكرا. طبيعي من خلال الكلام اللي ذكر واضح أن هناك مجموعة من التحديات أمامنا في العملية التربوية، خصوصا وسائل الاتصال اللي تفتح أبنائنا وبناتنا على العوالم الأخرى. أمام هذه التحديات لابد أن إذا ما نقدر نستأصل هذه التحديات نخففها، نحد من شدتها من قوتها اللي تعصف بأبنائنا وبناتنا. مراكز التعليم الديني مثل عندكم هاي هيئة العدل المنتظر للتعليم الديني، مؤسسة تتزاوج مع مؤسسة الأسرة، تفتح أبوابها من أجل احتضان واحتواء أبنائنا وبناتنا حتى لا أقل تخفف من حدة التحديات التي تقف في وجه عملية التربوية. أنا لو سأل سؤال والظاهر آخر وقتنا مشغول، ليش يعزفوا أبنائنا عن الحضور للتعليم الديني أبنائنا وبناتنا؟ إذا واحد يقدم لنا بعض الأسباب في هذا المجال. أحد يتحدث؟ طالب ولي أمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من وجهة نظري أن القصور في الآباء يكون هو الشيء الرئيسي. الآباء تحصلهم يشجعون الأبناء مالهم إلى الذهاب إلى المدرسة يوميا من الصبح يقعدونه، سواء الأب أو الأم. بس بالنسبة إلى التعليم الديني ما حد يمكن يقول له بابا روح المسجد والله روح الماتم، أزيد من كذي ما يسوي. بالنسبة للمدرسة مستعد إنه إذا يوم غاب يضربه، يحرمه من مصروف، يحرمه من التليفون اللي عنده أو الآيباد أو الكمبيوتر. لكن بالنسبة إلى التعليم الديني أبدا ما عنده أي اهتمام. يعني القصور مو في الأبناء، القصور في الآباء هم نفسهم. وعندي ملاحظة بالنسبة إلى تشجيع الأبناء، نفس ما المدرسة قاعدة تسوي برنامج حضور ولي الأمر في الصف تشجيع للطالب، نخلي إحنا ولي الأمر يجي يحضر في الماتم في الدرس تشجيع إلى ابنه أنه قاعد يتعلم هذا الشيء. شو جميل. بس أحب أركز هذا اللي هو تشجيع الآباء، يعني إحنا يكون عندنا اهتمام فعلي، ولدنا يروح للتعليم الديني، بنتنا تروح للتعليم الديني إضافة إلى الحضور الفاعل. سامح الشيخ، بالنسبة حق كيف يعني نجذب الناس أو الأبناء يعني الحضور الدورات الدينية أو ما شابه، أعتقد هي مشكلة ثقافة المجتمع. يعني حتى مثلا ورشة عمل أو فعالية مثل هذه مفترض يكون الحضور أكثر، يعني لهي ما تقل أهمية من مجالس أو من محاضرات أو من ندوات أخرى. وهذا أعتقد كله يعود السبب على الأسرة، وثانياً على خطباء المنبر طلبة العلم والشيوخ بعد أنتون. يعني المفروض يكون دوركم في توعية المجتمع، وهذا دوركم. يعني لحد الآن ما شفنا مثلاً مجالس الحسينية اللي حضرناها في محرم قليل، فيه طبعاً ما يصير ما نقول ما فيه، قليل اللي يركز ويخلي مجلس ماله حق مثلا يدعو الناس الى حضور المجالس
الدينية أو الفقهية أو الحضور مثل هذه الدروس. يعني سيد عبد الله الغريفي الحين أكثر من أسبوع يذكر وسائل التفقه في الدين وحضور وأهمية الحضور. يعني هذه الأمور كنا نحتاجها من خطباء المنبر، وأعتقد دورهم كبير وهم مقصرين في هذا الجانب. شكرا. أحد الأخوات، إحدى الأخوات عندها مداخلة. تعالي خذي المايك، تعالي خذي المايك ودي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعتقد الاهتمام، يمكن اهتمام أولياء الأمور بالدراسة الأكاديمية هذا جزء، ويمكن لو احنا نطالع حتى الدراسة الأكاديمية مو فقط التعليم الديني في عزوف عنه. وأعتقد هذا العزوف يعني في رأيي أول شيء الطموح والدوافع اللي عند أبنائنا كلش ضعيفة. إذا عندهم طموح كلش ضعيف، ما يعطيهم، ما عندهم دوافع كبيرة تخليهم يهتمون بالدراسة. وسائل الترفيه بعد الموجودة في حياة أبنائنا مخلتهم واجد اعتماديين، وعدم تحملهم للمسؤولية، اعتماديين واجد على الأبناء، على الآباء والأمهات، حتى في الدراسة مالتهم وفي التعليم سواء الأكاديمي أو الديني. طرق التعليم، طرق التدريس نفسها في التعليم الديني واجد ما زالت ضعيفة وبدائية، ما فيها تشجيع، ما فيها ترفيه للطالب عشان هو بعد عنده دافع انه فعلا يجي الى هذا الدرس ويهتم به. في الامكانيات الموجودة عند التعليم الديني، يعني مثل ما احنا نشوف عندنا ما في امكانيات موجودة تخلي الطالبة تجي وتكون مرتاحة في المكان اللي تقعد فيه، يكون في انتباه اليها، ما في وسائل حديثة تشجعها انها تنتبه وتهتم بالتعليم هذا الديني، بالإضافة طبعا إلى أولياء الأمور مثل ما قلتم. وشكرا. نشكر الأخوات. طبعا عندنا فيلم 5 دقائق وبعدين بنرجع كلمة مع الشيخ وختامية وتصوير صورة جماعية إن شاء الله. أشوف.
وش يا ولدي وش القطيعة وينك انت كم صار لك عن ما جيتنا حسن ما شاف انت صاحي هذه امك شهرين صار لها الحين مرقدة في المستدير ما تجي تشوفها يا ولدي اذا ما اهتميت بامك ابوك تهتم من بعدين بعدين انبطت مرارتي والسبه الولد وايش رايك انا عند البيت اسقي الزار وطاف علي ولا كانه يشوفني ما ادري وش هالخلق هذه ما ادري من وين جاي لا يوم وقفته ناديت حمده حمده ها ايه وقف اللي طالعني باحتقار كانه ما يعرفني لا اسولف وياه ولا كلمه نطق أقول يا ولدي ترى أمك صار لها ثلاث أربعة أشهر ما شفتها وتحن لك وهي مريضة في الفراش كان تجي تزورها وايش تتوقع وايش قال لي اللي بط مرارة زيادة يقول لي بعدين هو يسوي لي كذي احتقرنا احتقار ولا كان جاي منه ولا كان أمه هي اللي وقفت لنا وش أسوي فيه الله أمر بر الوالدين وقال بالوالدين أحسانا إيه هذا القرآن كلمة ختامية أو أخيرة إلى سماحة الشيخ. قبل الكلمة طبعاً بعض الأخوات كتبوا فلا بد أقرأ ما كتبوا حتى لا يفوتهم شيء. أحد الأخوات كاتبة أنا أم أكبر أبنائي في الصف الأول دائماً حاتي أن ما أعرف أربي أبنائي تربية صحيحة عندي مشكلة مع ابني عنيد وما يسمع الكلام من أول مرة أتعب وأنا أكرر كلامي في النهاية ما يرد علي إلا لما أهدده بشغلة يا ريت تعطينا حلول معرفة. أولا ما حد يقول ما تعرفي تربي ما في أم ما تعرفي تربي كل الأمهات تعرفون أنت بس يكون في حضنش بس هاي الحضنة اللي تعطينها إياه بس هالقبلة اللي تطبعينها عليه هذه أكبر تربية تقدمينها إلي تدفق دافية في كل شرايين جسده باقي الأمور الأخرى وطبيعي لابد أن نلحظ في فروق فردية بين الأطفال هذه مسألة مهمة مو كل الأطفال على نسق واحد نقدر نربيهم يكبر الولد إن شاء الله وتشوفينا الأمور التي تسرش منها بعض هي إحدى الأخوات كاتبة عندي موقف كان هناك ولد يلعب في المنزل بالكرة ودون قصد كسر نافذة المنزل وركض أبي حاملا عصا ضربه بقوة في يده وتأذى ابنه وذهب إلى المشفى وقال له الطبيب أنه يحتاج إلى عملية وذهب إلى البيت من دون يد وعندما كبر قام بترديد ما كان يفعله أباه له كما تدين تدان الضرب شيء يؤثر على الأبناء عند كبرهم ويردد تصرف آبائهم واحتمال أن الواحد يخسر أبنائه أتصور إحنا ببركة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في مجتمعات الثقافة المستمرة والمغذية لأبنائنا وبناتنا ما يفقدوها إحنا نحتاج إلى أكثر عناية أكثر اهتمام داخل الأسرة يكون التفاهم بين الأب والأم الانفتاح على الأولاد استماع إلى طلباتهم توجيههم وترشيدهم
خارج الأسرة المجتمع أو المؤسسات الاجتماعية خصوصا المؤسسات الدينية تكون عندها قدرة على الاستيعاب، تفتح أماكنها بصورة تستوعب الآخرين، تقدم المادة المقبولة في أذهانهم، ساعات الترفيه تكون مفتوحة لهم، تعلمهم بصور وبطرق شديدة حتى تكون جذابة لأبنائنا. أولياء الأمور يحثوا أبنائهم بقوة بأن يتجهوا إلى هذا المكان ومتابعتهم على هذا الأساس. أكو مسألة أخرى أشارت إليها الأخت في مداخلتها في مسألة طلب العلم، مو فقط العلم الديني، حتى في المدرسة. وأكو مشكلة عالقة في أذهان الكثير منا، أخو أنا ليش أدرس باكر ما أشتغل، وما دام ماكو شغل وما راح أحصل شو ليش أدرس، أروح في أدوان شغلة أشتغل بها أحسن من أواصل دراسة وأخلص ثانوية وأخلص بكالوريوس وأخلص ماجستير هاي الأمور ما راح تنفعني. لا بالعكس، ما دام العلم نور الإنسان لا يستغني عن النور بأي وجه من الوجوه. إحنا محتاجين لهذا النور، سواء وظفت أو ما وظفت يبقى سلاح العلم في يميني. وتذكروا كلمة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه لما قال لهم أنتم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين فتعلموا العلم، يعني تعلموا ما لكم شغل اشتغلتوا ما اشتغلتوا، المهم تتعلموا. لي عشعش بين أبنائنا وبناتنا الجهل، وهذه سياسة التجهيل بعدين أن نكون عامل مساعد فيها. كل أمل أن أسرنا أسر نظيفة وطاهرة ومحبة أهل البيت. إذا خليت عنوان فاطمة الزهراء وعنوان علي بن أبي طالب وبقية أهل البيت أطمئن أن هذا البيت يبقى على طهارته. بقي إحنا بس شوية عمل وجهد وحركة ونكون إن شاء الله في المسار الصحيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.